المعرض الدولي للكتاب يعود بقوة، لأنه كان غائب منذ سنتين، وهو معرض دولي نحرص أن يكون يعود بقوة، لكن إن شاء الله سوف نحرص على تنظيمه، ويكون تنظيمه شيء كبير. موقع الإلكتروني وبوابة الإيداع القانوني ومدونة الإيداع القانوني وبوابة الناشرين، وهذا هو مشروع وخطوة نحو التقدم في مشروع الرقمنة الشاملة للمكتبة الوطنية التي نحرص أن تكون في مصاف المكتبات العالمية، لأنها تحوز على وثائق ونفائس نادرة.